السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدي الكرام. بداية فقط اضغط على اللايك وفعل الجرس مع الاشتراك ليصلك كل جديد. إذا موعد سحب كشف نقاط بكالوريا لهذا العام 2022. بالنسبة للناجحين فإن سحب كشف النقاط من الموقع اليوم من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onac.dz، لكن عليكم التوجه إلى مؤسستكم من أجل الحصول على وثائق الطالب الناجح في البكالوريا، والتي تشمل دليل التوجيه الجامعي 2022-2023، المنشور الوزاري المتعلق بالتسجيلات الجامعية، كشف نقاط البكالوريا الأصلي تجدون به رقم سري. من أجل متابعة التسجيلات الجامعية، ستقوم مؤسستكم بإعلان تواريخ الحصول على وثائقكم، والتي ستكون على الأرجح بداية من يوم 18 جويلية إن شاء الله. كيفية سحب وطبع كشوف البكالوريا لعام 2022؟ الدخول للموقع bac.onac.dz، إدخال رقم التسجيل والرقم السري، الإجابة على السؤال، الضغط على استظهار النتيجة، وتنتظر تحميل الكشف PDF.